أهلا بكم مرة أخرى. بعد وعد ووعيد اتفقت الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل على الزيادة في أجور القطاع العام، اتفاق ألغى الإضراب الذي هدد الاتحاد به قبل أسابيع، كما التزمت الحكومة بموجب الاتفاق بمراقبة الأسعار عبر التحكم في مسالك التوزيع. ونص الاتفاق كذلك على التزام الحكومة بعدم التفويت في المؤسسات العمومية ودراسة وضعيتها بالشراكة مع الاتحاد العام التونسي للشغل. فهل ستخفف هذه الزيادات المنتظرة من ضعف المقدرة الشرائية لدى أعوان القطاع العام؟ وما هي تداعيات الاتفاق بعد تفعيله على التوازنات المالية للبلاد؟ أعود لضيفي هنا في الأستوديو أستاذ عادل حامدي الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بك مرة أخرى أستاذ عادل. قبل الحوار والنقاش فيه سنتابع مقتطفا لتصريح الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في الموضوع ثم نعود. ترجمنا اليوم أمضينا في هذه اللحظة مع السيد رئيس الحكومة اتفاق القطاع العام واللي بمقتضاه معنا ألغي الإضراب نتاع يوم 24. هذا نعتبر كما ذكرت البارح انتصار الإرادة، انتصار تونس باش تبعد عن التوترات الاجتماعية، ولكن في آن واحد للخدامة ذوما اللي خداو الزيادات واللي طمنوا على مؤسساتهم منفتحين على الإصلاح هم ولاد تونس، فهمت؟ وإن شاء الله اليوم كذلك اللي باش نلقاو معناها الزيادة في الأجور وننهوا ملف الوظيفة العمومية في أقرب الأجال. كذلك تناولنا ملف معناها اللي هو عالق من عام السنه الفارطه، هو ملف قطاع التعليم الثانوي لما له من حساسيه معناها كبرى، وان شاء الله في اقرب الاجال في الايامات القادمه نتوصل اتفاق في سواء كان في التعليم الثانوي سواء كان معناها في قطاع الوظيفه. اذا نعود استاذ عادل حامدي بعد هذا الاتفاق. غدا كان هناك اضراب متوقع فوقع الغائه، بقي الاضراب تاع 22 نوفمبر في الوظيفه العموميه او في القطاع العام ربما قائما حتى اتفاق قادم قيل. فيما يتعلق بهذه المطالب، البعض يقول انها مطالب غير مناسبه بالنظر للوضع الاقتصادي للبلاد، الاتحاد يقول هي مناسبة لتواجه على الأقل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار الموجود في تونس، ما رأيك أنت؟ بسم الله الرحمن الرحيم مرة أخرى. في تونس والاتفاق بين الاتحاد العام التونسي للشغل وحكومة يوسف الشاهد يصلح عليها أو ينطبق عليها المثل القائم مصائب قوم عند قوم فوائد. كيف لي بهذا المثل وكيف لي أن أطبقه على هذا الاتفاق؟ يوسف الشاهد يعاني أزمة سياسية كبرى ويواجه تحديا كبيرا من نجل الرئيس الباجي قايد السبسي في حزب نداء تونس، ويسعى لتشكيل تحالف برلمانيا وربما حزب سياسي جديد، وينافس من أجل الانتخابات الرئاسية وربما التشريعية المقبلة في حزبه، ولذلك فهو مستعد حتى لينقض ذاته عندما قال في موازنة العام الماضي أن الموازنة لا تسمح بزيادة فلس واحد وأن على التونسيين أن يشدوا الأحزمة لمواجهة الصعوبات الاقتصادية. يوسف الشاهد ذاته اليوم يتراجع عن هذه المقولة ويقبل بمطالب الاتحاد العام التونسي للشغل الذي تحول في مرحلة ما إلى فاعل يعني سياسي. أنت تقول أن يوسف الشاهد قبل بهذه الزيادات ليس رغبة في مساعدة الموظفين فعلا على مواجهة غلاء المعيشة، بل رغبة في توفير مستقبل سياسي له؟ هذا جزء، لكن الجزء الأهم طبعا هو في توفير الأمن والاستقرار لحكومته حتى تستمر في سحب البساط من تحت خصومه حتى لا يؤلبون يعني عليه الرأي العام. هل الآن حكومة يوسف الشاهد ثقة ورضاء الاتحاد العام التونسي للشغل بتقديرك؟ الاتحاد العام التونسي للشغل الآن يعني تراجع عن إضرابه الوطني الذي كان مقرر يوم 24، وهذه خطوة مهمة ووصفها نور الدين الطبوبي المناضل الديمقراطي والمناضل من أجل حقوق العمال، وصفها بأنها انتصار لتونس. انتصار إرادة سموها إرادة الخير يعني لتونس من الطرفين. يوسف الشاهد أيضا عليه أن يعتبرها انتصارا له لأنه استطاع أن يسحب ورقة سياسية مهمة من طيب. من يد خصومي. لكن باختصار لكن أيضا علينا أن نتذكر بأن إرادة الخير
في هؤلاء أيضا هم هؤلاء التونسيون، والوضع الاقتصادي والاجتماعي للطبقات الاجتماعية الواسعة في تونس وضع متردي، وقد كشفت عنها الفيضانات الأخيرة في عدد من المحافظات التونسية. ولذلك علينا أيضا أن نقر بأن التحدي والضغط الاجتماعي أيضا بدوره ولد هذه الاستجابة. وربما، وأنا هنا أقول ربما، أن أصدقاء تونس وحلفاء تونس يعرفون أن زيادة الضغط الاجتماعي يمكن أن يفجر الأوضاع. وبالإضافة إلى نقطة مهمة، وهي إمكانية أن تلعب تونس دورا مهما في محاربة الهجرة غير القانونية، وبالتالي يتم دعمها أوروبيا. سأعود إليك. ينضم إلي كذلك من تونس الأستاذ زياد كريشان، رئيس تحرير صحيفة المغرب. مرحبا بك أستاذ زياد. بعد هذا الاتفاق الذي وقع إعلانه بين الحكومة والاتحاد، الكثير تحدث عن التداعيات السلبية ربما على توازنات المالية للبلاد. برأيك هل هذا الاتفاق هو خطوة إيجابية في الاتجاه ويجب أن تكون، أم أنها خطوة كان يمكن أن تنتظر بالنظر للوضع العام للاقتصاد ومالية البلاد كذلك؟ هو بداية لابد من التدقيق بأن هذا الاتفاق لا أثر له مطلقا على ميزانية الدولة، لأننا نتحدث في هذا الاتفاق عن المؤسسات أو ما يسمى في تونس بالمنشآت العمومية، ولا نتحدث ويعني كتلة أجور المنشآت العمومية، وهي منشآت اقتصادية، ولكنها مع ملك الدولة لا تدخل في الموازنة، موازنة الدولة. ما يدخل في موازنة الدولة هي أجور الموظفين، وهذا اتفاق لم يحصل بعد. إذن حتى نوضح الصورة، فنحن أمام اتفاق لن يزيد ولو دينارا واحدا في مصاريف الدولة إلى حد الآن، ولكن كما تعلمون هنالك تهديد بإضراب عام يوم 22 نوفمبر للتفاوض حول أجور الموظفين، وهذه مسألة ثانية قد نتحدث عنها في إبانها إن حصلت. مع العلم كذلك أن المعطيات الرقمية يعني هامة، لأننا نتحدث عن اتفاق قد يكون معدل نسبة الزيادة في الأجور في حدود ما بين 5 أو 6%، بين نسبة التضخم في البلاد تتجاوز قليلا 7%، أي أن هي زيادة دون نسبة التضخم بقليل، أي أنها لا تصحح العجز في القدرة الشرائية ولكنها تحد منه. وبهذا المعنى فهو اتفاق معقول، وفي رغم المناخ السياسي المتوتر في البلاد، ولكن في اعتقادي لا يمكن أن نفهم ما حصل فقط من زاوية سياسية ومن زاوية الصراع بين الحكومة وبين اتحاد الشغل وبين حزب رئيس الحكومة. هذا له أهمية، ولكن نحن هنا أمام تقاليد في تونس تعود إلى حوالي 40 سنة، وهي وجود زيادة سنوية لكل موظفي الدولة والقطاع العام أي المنشآت العمومية منذ سنة تقريبا منتصف السبعينات. هنالك اتفاق ما بين الحكومات المتعاقبة وبين المركزية النقابية على تفاوض كل 3 سنوات في بن في زيادة في الأجور، وهذه الزيادة في الأجور تقريبا باستثناء سنة أو سنتين يعني لم تتخلى عنها الدولة التونسية على امتداد هال 40 سنة الفرق. طيب أستاذ، إذن بهذا المعنى هل يمكن القول أن ما تطلبه الاتحاد يطلبه الاتحاد الآن من زيادة في أجور العاملين في الوظيفة العمومية الذين يعني بسببه يهددون بالإضراب 22 نوفمبر، هل ستتم الموافقة عليه بتقديرك؟ أكيد، يعني هذا معناها يعني في الواضح والجلي والذي لا يقبل مجال النقاش بأن الحكومة قبلت مبدأ الزيادة. هي ولا شك تقول بأن ظروف البلاد محدودة، إمكانياتها محدودة، التزاماتها متعددة، هذا ما فيش أدنى نقاش، ولكنها قبلت مبدأ الدخول في المفاوضات مع اتحاد الشغل. ويمكن أن نقول من الناحية الشكلية بأنها وضعت حوالي يعني نصف مليار دينار، أي تقريبا 150 أو 160 مليون يورو في خزينة الدولة في الموازنة
في خانة قد تستعملها لزيادة في الأجور. فزيادة في الأجور أكيد السؤال الأساسي هو حول حجمها وحول أهميتها جميل. وحول علاقتها إن شئتم بالتزامات تونس مع صندوق النقد الدولي. هل ستكون زيادة غير مقبولة من طرف صندوق النقد الدولي وهنا ستصبح لدينا صعوبات في تمويل الميزانية، أم أنها ستعتبر زيادة فيها نوع من الترميم للقدرة الشرائية ولن تؤثر كثيرا على التوازنات المالية العامة؟ نعم، خاصة وأنه طبعا من شروط أو مطالب صندوق النقد الدولي هو احتواء كتلة الأجور المرتفعة في تونس. لكن أختم معك أستاذ زياد، هل الآن بعد هذا القبول من يوسف الشاهد بمطالب الاتحاد، هل يمكن الحديث سياسيا الآن عن أن الشاهد كسب الآن الاتحاد إلى صفه، قبل كذلك بأن يقع تشريك الاتحاد في مسألة المؤسسات العمومية التي يريدون التفويت فيها؟ يعني بالتأكيد لا، معناها هنالك اتفاق شبه علني في البلد بفصل المسار السياسي عن المسار الاجتماعي، والاتحاد سياسيا ضد حكومة يوسف الشاهد، وهو يطالب إلى اليوم بإزاحة هذه الحكومة وإقالتها، ولكنه يتعامل معها إن شئتم كحكومة أمر واقع، فهو يتفاوض معها في القطاع العام المؤسسات العمومية وفي الوظيفة العمومية، ولكنه من الناحية السياسية يعتبر أن وجودها سلبي ويطالب إلى يوم الناس هذا، إلى هذا اليوم بضرورة تغييرها. إذن تم القبول، قد يبدو هذا غريبا إلى حد ما، ولكن تم القبول بين الطرفين بأن يتم الفصل بين المسارين. سياسيا نتصارع ولكن اجتماعيا نتفاوض، وهذا في اعتقادي يعني أنه الصعوبات الاجتماعية ربما تكون وراءنا، ولكن الصعوبات السياسية هي أمامنا بالطبع. واضح، واضح جدا. أستاذ زياد كريشان، رئيس تحرير صحيفة المغرب، كنت معي من تونس، شكرا جزيلا لك، كما أشكر أستاذ عادل الحمدي هنا في الأستوديو. انتهى الوقت مع كل الأسف، الكاتب والمحلل السياسي. الشكر موصول إليكم مشاهدي الكرام على المتابعة. موعدنا غدا بحول الله. السلام عليكم.